الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. النهارده معانا موضوعين رئيسيين. الموضوع الاول هنقدم لكم قراءه في اوضاع كثيره، هنربطها الحقيقه بفشل الدعوات للتظاهر بالامس، والمخطط القادم ممكن يكون ايه بعد الفشل الذريع اللي بنيت به الجماعات، سواء جماعه الاخوان المسلمين او غيرها من اللي كانت بتدعو ايضا الى التظاهر. الوضع العام، وهل هيكون في تفكير تاني من قبل تلك الجماعات او جماعات اخرى لاشاعه نوع من البلبله بعد ما اصطدموا بالواقع؟ وبالفعل ما حدش نزل الشوارع، بل بالعكس كان في مظاهر اخرى لتمضيه اوقات ترتبط بيوم الاجازه او العطله الاسبوعيه زي يوم الجمعه. مغزى هذا، دلالات ايضا هذا الامر، لانه نتذكر كمان انه وزاره الداخليه كانت في الفتره الاخيره توصلت الى بعض المجموعات اللي بتحاول تاثر على المواطنين ببث نوع من التشاؤم ازاء اوضاع كثيره في البلاد. ده كله هنربطه ببعضه من خلال قراءه تحليليه هيكون معانا فيها الاستاذ احمد عز الدين، الكاتب والمحلل السياسي، وهو ايضا خبير الشؤون الامنيه والاستراتيجيه. موضوعنا الثاني امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، وطبعا كل ساعة الناس بتتابع دونالد ترامب الرئيس الجديد، الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، علاقته هتكون ازاي بالشرق بالغرب بأوروبا بالقضايا الإقليمية. وبالرغم من انه الرئيس الجديد اعلن انه اهتماماته الاولى هتكون خاصة بالشأن الداخلي وهيركز فقط على الشأن الداخلي على الاقل خلال هذه المرحلة، لكن لابد من الاشارة الى العلاقات المستقبلية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ظل وجود رئيس جديد أثار جدل، سواء أثناء حملته الانتخابية أو حتى بفوزه أو بتصريحاته. كل ده هنبحثه مع السادة الضيوف اللي هيشرفونا بعد قليل، الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، والأستاذ محمد فهمي مستشار مركز راند للدراسات الشرق الأوسط بواشنطن. تعالوا نطلع الفاصل ونشوف مصر حصل فيها إيه على مدار يوم كامل. طيب نبتدي كده باستعراض اهم الاخبار. النهارده كان في اجتماع لرئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاجتماع ده كان فيه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، محافظ البنك المركزي طبعا طارق عامر، بالاضافه لوزراء الدفاع والخارجيه والداخليه والماليه والتموين، ورئيسي المخابرات العامه وهيئه الرقابه الاداريه. المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه السفير علاء يوسف قال انه الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقرير حوالين تطورات تنفيذ القرارات الاقتصاديه الأخيرة اللي شملت تحرير سعر الصرف وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فايدة مرتفعة، وإنها كانت موضع إقبال، أو ده اللي جه في التقرير، إنها كانت موضع إقبال كبير من جانب المواطنين. التقرير كمان بحسب المتحدث الرئاسي استعرض الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات اللي اتخذتها مصر في مجال الإصلاحات السياسية النقدية، لا سيما في ضوء إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس اللي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر وحصولها على الشريحة الأولى منه، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر. سفير علاء يوسف أكد كمان أن الرئيس السيسي أشاد في هذا الصدد بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسؤولية وعي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال ومستديم بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة. موضوع طبعا غاية في الأهمية، ولكن كان فيه كمان النهاردة اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي برضو مهم جدا، كان مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين. نتذكر أنه وقت مؤتمر شرم الشيخ للشباب الأخير كان فيه تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة وأنها تفحص كل حالة على حدة. طبعا السلطات التنفيذية والسلطات القضائية هيكون ليها هي كمان القول الفصل والأخير
في كل حالة، ولكن اللجنة دي المفترض ان هي تنظر الى هذه الامور من زوايا مختلفة. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال انه اعضاء اللجنة عرضوا خلال لقاء تقرير مرحلي عن عمل اللجنة، اشاروا فيه لانه اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الاسماء اللي هيتم التوصية بالافراج عنها. اهم حاجة ان هم كمان اكدوا التزام اللجنة بالمعايير اللي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الأخير في شرم الشيخ. خلينا نتابع التقرير. الأول معنا تليفون الأستاذ محمد عبد العزيز، هو أحد أعضاء اللجنة، بعد ما نتابع تقرير حول تفاصيل هذا الاجتماع لزميلنا علاء رشوان. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور واهلا بيك استاذ محمد. النهارده كان عندكم الاجتماع، والحقيقه احنا من فتره كنا بنتساءل ان ما كانش في تفاصيل كثيره عن اليه عمل اللجنه. اللي يهمنا اكتر من الاسماء هو اللجنه بتشتغل ازاي، فحصت الحالات اللي محجوزه الخاصه بالشباب على اي مرتكزات او على اي اسس. خليني اقول لحضرتك ان اللجنه تم تشكيلها كنتيجه لتوثيق شرم الشيخ الوطن الاول للشباب لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمه قضايا. ده كان التصور الاول لانه جرى اضافه الى النهارده. اللجنه بتتلقى الشكاوي المتعلقه بهذا الامر من 7 مصادر رئيسيه: المجلس القومي لحقوق الانسان، لجنه حقوق الانسان في البرلمان، من الأحزاب والقوى السياسية، من المراكز الحقوقية والجمعيات المنظمات المجتمع المدني، أيضا من موقع المؤتمر الوطني للشباب اللي بترشف عليه رئاسة الجمهورية. في استنارة أطلقتها اللجنة بنفسها على الإنترنت، هذه الاستنارة الإلكترونية بيتم ملء البيانات من خلالها، أيضا بشكل مباشر بالتواصل مع أعضاء اللجنة من قبل بعض الأهالي اللي استطاعوا التواصل إليها مباشرة. دول 7 مصادر. تم تجميع هذه الأسماء اللي وصلت من 7 مصادر. طبعا لاحظنا احيانا بيكون في ازدواج، يعني الاسم يرد اكثر من مره من كذا جهه، لانه بعض الاهالي يعني من باب الحرص الشديد بيقدموا الشكوى في كل المصادر المتاحه عندهم. لكن في النهايه بيتم فرز كل هذه الامور وبيتم وضع الاسم ورقم القضيه امام اللجنه. بيجري بعد كده عمليه التدقيق في الاسم ورقم القضيه على ان احنا نشوف الاتهام ونشوف الـ مكان القبض على الـ 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 يعني الشخص الـ الشاب المراد ان احنا نفحص ورقه. وبندرس الحالات. المعيار الاساسي عندنا هو الا يكون مارس عنف او حرض على العنف او انتهك فكر العنف. احنا بنتكلم عن الشباب الذين تم القبض عليهم في مظاهرات سلمية والمحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير. أيضا في اجتماع اليوم، وده المقلة المهمة، أنه السيد الرئيس وسع اختصاصات اللجنة ونطاق عملها بأنه أضاف إليها المحكوم عليهم في قضايا المحكوم عليهم أحكام باتة ونهائية، وليس فقط المحبوسين احتياطيا أو اللي موجودين على ذمة قضايا. اللي واخدين أحكام باتة ونهائية في قضايا التظاهر وحرية الرأي والتعبير، يمكن للسيد الرئيس بعد توسيع اختصاصات اللجنة وإنها إن الأسماء دي يعني تشمل ايضا الاسماء الاخرى او تنضم الى الاسماء الاخرى. لكن خليني اسال حضرتك برضو، انتوا يعني بعد الفحص انتوا بتتاكدوا من الرقم وبتتاكدوا من القضيه وبتتاكدوا انه ما يكونش هذا الشخص المتهم ان هو يكون يعني ضمن اتهاماته ان هو يكون قام باعمال عنف، وبعدين بنرسل هذا الملف الى بعد ما نتاكد تماما من الوضع القانوني ومن ان هو لم يرتكب اعمال عنف. بنرسل بعد كده القائمه، بنجمع القائمه اول باول ونرسلها الى رئاسه الجمهوريه، ثم بيجري فحصها والتشاور بشانها مع الاجهزه الامنيه ان هو ما يكونش ارتكب جرائم تخريب او عنف. وبيتم بعد كده يعني ان شاء الله يعني يكون في قائمه الافراج. انتوا عندكم كم اسم يا استاذ محمد؟ لا، ما اقدرش اقول لحضرتك كم اسم، لانه زي ما قلت لحضرتك ان الاسماء بيحصل فيها لخبطه نتيجه للتكرار. فالتجميع لا زال جاري، ولان احنا بنتلقى الشكاوي من كل الجهات ما زال على مدار الساعه.
فيعني فتجميع الاسماء ما اقدرش اقول كام، لكن في نهايه عمل اللجنه هنصدر تقرير مفصل فيه وصلنا كام شكوى كانت مكرره، كام شكوى فعليه، وهنلاحظ ان نسبه التكرار بتكون من 20-30%. طب في المرحله اللي انتوا فيها دي اطلعتوا الرئيس خلال اجتماعكم على ايه؟ اطلعناها على اليات عمل لجنه، الكلام اللي قلته لحضرتك ده، وطلبنا توسيع نطاق عمل اللجنه في المحكوم عليهم، والسيد الرئيس وافق. ايضا كنا النهارده اقترحنا مد عمل اللجنه او يعني استمرار عملها حتى الانتهاء من كافه الشكاوي اللي قدمت الينا، وتم الاستجابه الى هذا الامر لانه كان مده اللجنه 15 يوم فقط. الان اللجنه لن تنهي اعمالها الا بعد فحص اخر ورقه تجي لنا، بحيث ان احنا نضمن ان شاء الله انه بعد نهايه عمل اللجنه نكون يعني قفلنا هذا الملف، ويكون حاله الاحتقان اللي كانت ربما موجوده بين قطاعات من الشباب والدوله نتيجه لهذا الملف تكون اغلقت، وان شاء الله نفتح صفحه جديده في العلاقه بين الدوله والشباب، وده يبقى امر ايجابي ومن اهم انجازات مؤتمر شرم الشيخ ان شاء الله. سؤال اخير يا استاذ محمد، هل ليكم ان انتم تقدموا اي توصيه بخصوص اي حاله؟ بالتأكيد بيكون عندنا توصيات بشكل عام او توصيه بخصوص اي حاله، بس في اطار القانون والدستور، يعني في اطار الالتزام بالمبادئ القانونيه والدستوريه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العزيز، عضو لجنه حقوق الانسان. نخرج سريعا نتابع بقى تفاصيل اوفى حول هذا الموضوع من خلال مراسلنا لدى رئاسه الجمهوريه علاء رشوان. واحد من أهم مكتسبات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي مراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية والذين لم يتورطوا في أعمال عنف. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات هؤلاء الشباب، حيث عرضوا تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة. اجتمعت هذه اللجنة اليوم مع سيادة الرئيس علشان تقدم موجز أو ملخص للعمل اللي تم، وإحنا الحقيقة تلقينا منذ أن كلفنا بهذه المهمة قوائم باسم المحتجزين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، من لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني اللي هو مهتم بهذا الموضوع، وأيضا تلقينا عديد من الحالات من الشكاوى الفردية لأهالي المحتجزين. اللجنة في الحقيقة فحصت هذه الحالات وصنفتها، وحاولنا ان احنا نحط اولويات في الافراج ان شاء الله عن اكبر عدد من المحتجزين، وابتدينا اساسا بقضايا حريه النشر والتعبير والصحافه، وثانيا بحالات الطلاب اللي تاثروا في احتجازهم في مستقبلهم او حصل تاخير في تحصيلهم الدراسي، وسياده الرئيس اقترح كثير من المقترحات اللي هي تعوضوا عن هذا الذي حدث لهم، بما في ذلك ايضا بعض الذين يمكن ان يضروا في ظروفهم المعيشيه الى اخره. الحاجه الاساسيه الحقيقه ان احنا قدمنا قائمه النهارده الحقيقه، واعتقد ان شاء الله يعني الرئيس اعلن بكل قبول وبكل صدر رحب عن ان هو ان شاء الله يتم دراستها والاعلان عنها في خلال يوم او يومين. بتضم طلبه ومعظمهم طلب الحقيقه، وبعض المحكوم عليهم في قضايا الراي. الاهم من كده اعتقد انها هتبقى 83 اسم برضو علشان الناس تبقى عارفه، هم تقريبا 83 اسم. اعضاء اللجنه اشاروا الى انهم تواصلوا مع عده جهات واطراف من بينها اهالي المحتجزين لدراسه ملفات جميع هذه الملفات بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخليه. عرضنا على سياده الرئيس برنامج عمل اللجنة على الفترة اللي فاتت، وعن الجهات اللي تلقينا منها الشكاوي، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وبعض المراكز الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات. تم الاتفاق على قائمة مبدئية، وتم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة للانتهاء من فحص كافة الحالات التي ترد إليها في شكل شكاوي، واللجنة ستستمر في تقديم قوائم أخرى على دفعات لاحقة، والهدف من كل هذا الأمر أن تحدث حالة من الانفراج السياسية الواضحة وإعادة دمج الشباب بشكل حقيقي في العملية السياسية، وده نتيجة مهمة جدا من نتائج مؤتمر شرم الشيخ الأول للشباب، اللي إن شاء الله نأمل أنه يكون نقلة في العمل السياسي في الفترة القادمة. كمان أوصى بوضع خطة متكاملة تخص إعادة تأهيل والدمج المجتمعي لمن سيتم العفو والإفراج عنهم. هذا وقد وجه الرئيس السيسي باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها مع توسيع نطاق عملها.
الرئيس يمكن يوجه بعدد من الأمور، منها مادة عمل بناء على طلب اللجنة، مادة عمل اللجنة لنظر كافة الحالات المعروضة عليها. تقدمنا أيضا لسيادة الرئيس ب 83 حالة انتهينا منهم وانتهينا من فحصهم ووضعناهم على القوائم قوائم العفو. ويمكن الرئيس يعني جاري الآن فحص هذه الحالات ومراجعتها من جانب السيد الرئيس، بالإضافة لده أنه وسع اختصاص اللجنة في نظر الحالات التي حكم أو حصلت على أحكام باتة ونهائية وليست مجرد المحبوسين احتياطيا فقط، وبالتالي اللجنة الآن تنظر كافة الحالات دونما استثناء للحالات التي تم صدور أحكام نهائية عليها. على رشوان النيل. طيب احنا نختتم جولتنا للأسف بخبر محزن وأحزن المصريين جميعا، هي وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز منذ قليل. طبعا هو كان بيتعرض لأزمة صحية وكان موجود في مستشفى الصفا، والأزمة دي كانت الحقيقة خطيرة. كان بيرافقه طبعا ابنه كريم وابنه محمد وزوجته الإعلامية بوسي شلبي. محدش فينا محتاج لسه انه يتعرف على اعمال الفنان الكبير محمود عبد العزيز ربنا يرحمه، لكن طبعا هيظل مسلسل رأفت الهجان هو من ابرز اعماله الفنيه، ده على مستوى المسلسلات. الافلام كتير، منها فيلم اعدام ميت لو هنربط بالافلام السياسيه، افلام كتكات، افلام كتير الحقيقه اثرت مسيره السينما المصرية. وإحنا بنتابع جزء من إبراهيم الأبيض، أحد الأعمال اللي قام ببطولتها الفنان الكبير محمود عبد العزيز الله يرحمه. وأن عذابي هو العذاب الأليم، صدق الله العظيم. عظمك ناشف، بس في حاجة أنا مش فاهمها. تعالوا، مش عارف إيه أول إيه هتلاقي اللي مش فاهمه يعني مثلا. هنطلع على فاصل ونرجع لكم، ومعانا اول حوار، معانا وقفه حواريه معانا النهارده في من القاهره، ابقوا معانا. بعد فشل جماعة الإخوان الإرهابية في الحشد لإثارة الفوضى في البلاد، اتخذت الجماعة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة منهجا لها لاستغلال الظروف المعيشية الصعبة التي يعيش فيها المواطنون. فهناك العديد من الجهات الداخلية والخارجية التي يهمها زعزعة الاستقرار وتهييج الجماهير بأنباء كاذبة ومعلومات خاطئة تتعلق بالدعم والأسعار بهدف تدمير الدولة المصرية. العديد من وسائل الإعلام والفضائيات والمواقع الإخبارية تجري وراء الشائعات وتروجها، مما يجعل تداولها سهل وتنتشر كالنار في الهشيم، ويتناقلها الناس على أنها حقائق دون التأكد من صحتها أو من صدق مصادرها. أهل الشر يستغلون القرارات الاقتصادية الأخيرة لبث طوفان وسيول من الأخبار الكاذبة، والغريب أن الوزارات هي الأخرى أصبحت أسيرة للشائعات ودائما تتخذ موقع المدافع وتصدر بيانات نفي وتكذيب. الخبراء يرون أن الحكومة عليها مصارحة الناس بكل الحقائق وبحدود القرارات الصادرة وما تشتمل عليها، حتى لا يستغل البعض الأمور العائمة ليقوم البعض بإغراق البلد في الشائعات. الحكومة والوزارات عليهم القيام بواجبهم كاملا حتى لا تتسع الهوة بينها وبين المواطنين، فيصبحوا أكثر قابلية لتصديق الشائعات الكاذبة من خلال أن تصارح الحكومة الشعب بكل الحقائق والمعلومات الصحيحة.
طيب احنا زي ما نوهنا في بدايه الحلقه الاستاذ احمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي وهو ايضا خبير في الشؤون السياسيه والاستراتيجيه معانا النهارده لتحليل الحقيقه وربط كثير من الامور والمتغيرات في الساحه سواء المصريه او الاقليميه او في العلاقات الدوليه كمان. استاذ احمد انا بحييك, شرفتنا يا فندم جدا النهارده. مدخلنا هيبقى امبارح في ضوء دعوات الحقيقه, يعني انا مش عارفه على اي الى اي مدى كان بيعول فعلا على نزول بعض المواطنين في هذه التظاهرات اللي كانوا بيدعوا اليها, لكن بكل تاكيد يمكن ان يكون هناك قراءه بعينها على هذه الدعوات وربطها بوجود جماعه الاخوان المسلمين ودورها في المجتمع المصري. اتفضل. شوفي, اولا كان من المؤكد أن هذه الدعوات كتفشل, ومن المؤكد أنها دعوات بتستند إلى قوى خارجية وأجنبية أكثر ما بتستند إلى قوى محلية. فشل الإخوان في الحشد, هذا واضح وظاهر للعين. استخدموا الشائعة كما قيل, استخدموا الأكاذيب, استخدم غيرهم الشائعة والأكاذيب حتى في تلفزيوناتنا, يعني الحقيقة لكن في النهاية هذا شعب غريب جدا, هذا شعب لما نقول دايما باستمرار هذا شعب عظيم, هذا شعب راقي, هذا شعب عبقري, هذا شعب يفهم ويحس. لكن فالحس الخاص بالناس رغم ما يتعرضون له, رغم عباءة الضخمة التي يحملونها فوق كوالهم, رغم الأزمات التي تحيط بهم, رغم صعوبة المرحلة كلها وقسوتها عليهم كمان, يعني ده قلق. ومع هذا بينما هذا الحس الوطني المصري للمواطن البسيط الموجود في الشارع وحس ينبغي أن يعني مش بس أن احنا نمتدحه أو نشير إليه, في الحقيقة أن نتوقف عن إيلام الناس في تلفزيوناتنا وفي أعلامنا. أنا بسمع كلام غريب جدا في هذا كسولين الذين لا يعملون, الذين يعني تحميل الأزمة كلها فوق أكتاف الناس. ده شعب أنجز 6 ثورات في قرنين من الزمن, 6 ثورات في قرنين من الزمن. فرنسويين لديهم ثورة يتيمة عايشين عليها, عايشين عليها إلى الأبد ومتوحدين حولها. إنما ده شعب أنجز 6 ثورات. هذا الشعب العبقري العظيم لا ينبغي أن يهينه أحد, على العكس هو محتاج من يربط على كتفه الآن, هو محتاج من يطعمه خبزا معنويا يقول له هذه الحياة القاسية مؤجلة, هذه الحياة مؤقتة, هناك أمل, هناك مخرج, هناك إلى آخره. يعني حضرتك بس ثواني أشرت إلى الإعلام اللي ممكن يكون هو إعلامنا زي ما حضرتك بتقولوا تلفزيوناتنا, لكن برضو في الفترة الأخيرة الإعلام برضو الغربي كان بيشير إلى هذا اليوم وكان بيربطه بحاجة تانية. بقى هو الإعلام الغربي ما بيربطش بأن دي دعوات الإخوان, ولكن بيربطها بالأعباء اللي حضرتك تتكلم عليها أو الظروف المتغير الاقتصادي الجديد اللي ربما كان يراهن عليه البعض أنه لن يتحمله المواطن المصري. إلى أي مدى حضرتك لمست ده؟ طبعا طبعا. شوفي أنا لسه كنت بتكلم بقول أن دايما في الإعلام هناك تفرقة بين 3 حاجات, بين الخبر والتوصيف والرأي. وأنا رأيي أن هذه قصة كاذبة تماما. الخبر فيه رأي, والتوصيف توصفي مظاهرة أو توصفي لا فيه رأي, والرأي رأي كمان. فما فيش دلوقتي حاجة اسمها حياد إعلامي, هذا الكلام عفى عليه الزمن. في كل رسالة جاية من برة أو من جوة أو من الداخل أو من الخارج, في أي صحيفة, في أي جورنال, في أي قراءة, هناك رسالة حتى لو صاحبها لم يقصدها, حتى لكن هي موجودة. أيوة موجودة, حتى بسوء الصياغة هناك رسالة. فالذين يراهنون في الخارج على أن شيئا ما, زلزالا ما سيتحرك في مصر بهذه الصورة نتيجة ما حدث اقتصاديا يعني ومتاعب الناس, لا هم واهمون للأسف الشديد, هم واهمون وكاذبون لأنهم ما يعرفوش الشعب المصري, ما يعرفوش الشعب المصري. لكن إحنا المشكلة مش في أن الغرب لا يعرف هذا الشعب, المشكلة أننا لا نعرف شعبنا أحيانا أو بعض منا يعني أو أغلبنا للأسف الشديد. يعني يعني هذا شعب راهني عليه وكسبي الرهان, راهني عليه. أنا عايز أربط لك ده, أنت تكلم على الإخوان المسلمين وحركاتهم بالأمس. من ضمن التعليقات الضحلة أو العكسية السخيفة قال أن المظاهرات فشلت لأن هناك متغير حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
أنا هناك رئيس منتخب جديد له موقف أكبر. يعني طب ده معناها إنه 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 الرئيس الحالي أو المتهية ولايته أو إدارة أوباما اللي مربوطة بإدارة كلينتون هي التي كانت وراء هذه الدعوة؟ حتى لو كانت هي كانت وراء هذه الدعوة طبعا، أو مبركاها على الأقل. لا 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 مش مزكاها، لا لا، أنت بتتكلمي في إطار استراتيجية غربية أمريكية كانت لها أدواتها، جزء من أدواتها المباشرة هي الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين، تكلميش على تنظيم محلي. والحقيقة أن الإخوان المسلمين لم يصعدوا مطلقا إلا في ظل عمل كجماعة وظيفية بتخدم مصالح خارج الوطن. المرشد بيعرف الجماعة بأنها إيه؟ بيعرفها، وهذا تعريف دقيق الحقيقة، بيقول أنها مؤسسة عالمية أو دولية. يعني أنها جماعة فوق وطنية، فوق قومية، فوق إقليمية. إذن هي مرتبطة بالوضع الدولي نفسه، ولهذا انعكاس الوضع الدولي والاستراتيجية الغربية أساساً على الوضع الإقليمي وعلى الوضع داخل النص مهم للغاية. ولهذا أنت أيضاً يعني تصابي بالدهشة عندما تجد كل التلفزيونات المصرية في ليلة الانتخابات كانت كأن السيدة كلينتون هي مرشحتها الشخصية. حاجة يعني مرعبة، ولنا غرم في نجاحها. يعني حتى إذا لم يكن لنا مصلحة في نجاح الرئيس الذي تم انتخابه، يعني لنا غرم ولنا خسارة في نجاحها. طب خليني أسأل حضرتك في النقطة دي، لو كان هؤلاء أو بعض هذه الجماعات كانت تعول هذا التعويل الفظيع المريع ده على هيلاري كلينتون كرئيسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، ألم تكن هيلاري كلينتون من مدرسة أوباما، من الحزب الديمقراطي؟ نعم. طيب لماذا لم يحققوا هذا النجاح الذي ينتظرونه اليوم على يد أوباما؟ كويس. لا هم لا هم يعني كان إيه الجديد اللي كانت هتقدمه لهم؟ كويس 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 جدا، ده سؤال مهم للغاية. ليه؟ لأن احنا في نقطة تحول الآن في الاستراتيجية الأمريكية وفي أوضاع وموازين القوى الدولية، ولها منتوج كبير إقليمي ودولي أيضا وداخل الولايات المتحدة الأمريكية. الاستراتيجية الأمريكية من 25 سنة 24 سنة، يعني من بداية صياغة التوجه إلى الشرق الأوسط لتعويض الأزمة الاقتصادية الهيكلية في الولايات المتحدة وفي الغرب اللي وصلت إلى حد مش الكساد، تجاوزت الكساد الآن، يعني موجودة في وثائق. أول وثيقة أمريكية ظهرت وثيقة أمن قومي أمريكي كانت بتتحدث عن التدخل في المنطقة بشكل عام سنة 97. جه قصة 11 سبتمبر، بدأ الفتح الاستراتيجي الضروري للعراق. الاستراتيجية تبلورت في توظيف القوة العسكرية لتحقيق مكسب اقتصادي، يعني استثمار الحرب استثمارا اقتصاديا. لكن اللي حصل ان التقدير الاولي للموازنة الحرب كانت 50 مليون دولار، تحولت الى 3 تريليون. انتقلت الولايات المتحدة داخل اطار نفس الاستراتيجية، خلي بالك الادوات اختلفت بين بوش ثم أوباما، انتقلت مرة أخرى من فكرة الحرب بين الدول إلى فكرة الحرب داخل الدول. ولهذا صعد الإخوان والإرهابيين وإلى آخره، وأصبحت الحروب داخل الدول باستخدام وقود داخلي لهذه الحروب. طيب النتيجة النهائية إيه؟ أن مراحل استخدام هذه الاستراتيجية بأدواتها المختلفة على امتداد يعني تقريبا ربع قرن قد أجهضت وفشلت. هنري كلينتون كانت ستمثل محاولة لتجديد هذه الاستراتيجية مرة أخرى وبعنف أقوى، كانت بتتحدث مثلا عن منطقة منزوعة ممنوع الطيران فيها في في في, في سوريا، بتتوعد بهذا. كان في تصعيد، العالم كان يقف على بين شرفة أو بين خيارين، الحقيقة الحرب العالمية أو مواجهة صغيرة يعني تشعل الكون، أو أن تتبلور داخل الولايات المتحدة الفكرة اللي بتتبلور بقالها سنوات. يعني كانت هي هتنفذ نفس المخطط ولكن ربما بعنف اكبر وبشكل جديد وادوات ثانيه بنفس الادوات العسكريه اللي بنتجون، كان هذا موقفه الحقيقه. لا بعنف اكبر. طب ده بالنسبه لسوريا، بالنسبه لاخوان مصر طبعا هي نفس الادوات بتاعت الاستراتيجيه، هي نفس الادوات الاستراتيجيه، هتصعدي مواقع الاخوان وتصري على دمجهم في السلطه وهتصري على الموقف اللي انت عاملاه في ليبيا وفي سوريا الى اخره. انت داخله في نفس الاستراتيجيه الامريكيه بادوات اكثر حزما، لأن أوباما كان متهم أنه مفرط، أنه لم يقذف سوريا مثلا عندما
قيل أن لدي أسلحة كيماوية وكانت مهيئة لقصفها. ضرب اليمن كان سيتم قبل الانتخابات بأسبوعين، لما قيل أن اليمنيين أطلقوا صاروخين على مدمرة أمريكية ورد الأمريكان بضرب ثلاث قواعد رادار، ثم توعدوا ثم أوقف وقالوا أن رادارهم ثبت أنه كان فاسدا وأن المعلومة مش غلط، لكن جت لهم أوامر لغاية لما تنتهي المسألة. فقصد أقولك كان هناك تصعيد أمريكي سواء من جهة الإخوان أو من جهة استخدام القوى المسلحة أو إشعال فتن جديدة في المنطقة وتقسيمها، ومشي الفكرة على خير. في الولايات المتحدة تبلورت فكرة أخرى وهي فكرة انعزال الولايات المتحدة، أن ندخل في طور انعزال وأن نسحب أطرافنا من الإقليم وأن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي. دير شبيجل كان لها عنوان من سنتين بتقول نصه بالغلاف أمريكا تناضل ضد التآكل. كل الأساليب التي استخدمت لحل الأزمة المالية العالمية الهيكلية انتهت الآن، انتهت الآن. لم تحقق أي نتيجة، سواء كان يعني تصغير الفوائد في البنوك إلى آخر يعني كل الإجراءات التي تم. نحن في مرحلة جديدة. أنا عايز سؤال، هل تعتقدي أن الرئيس الأمريكي المنتخب يمثل مغامرة فردية في الولايات المتحدة؟ خلينا نجاوب على السؤال ده بعد ما نروح لموجز لأهم وآخر الأنباء مع أحمد فؤاد ونرجع نكمل. طيب انا برحب مره تانية بالاستاذ احمد عز الدين، طبعا الخبير في الشؤون الاستراتيجيه والسياسيه. وقفنا عند سؤال قبل موجز الانباء، المغامره اللي بيحملها دونالد ترامب، وانا هزود على السؤال كمان عناصر هذه المغامره وكيف يمكن الاستثمار في هذه المغامره. كويس. لا انا شايف انها لا الناس شايفه او الاعلام او ما يقوله حتى الكتاب اننا امام شخص مغامر فردي استطاع أن يخلق خطاباً سياسياً يعيد به تعبئة الناس، وهو خطاب شعباوي زي ما بيقولوا ضد النخبة، واستطاع أن يعبئ فيه الجماهير في الولايات المتحدة في اتجاه مشروعه، وأن هذه مغامرة فردية. هذا ليس صحيح، وهذا لا يحدث في الولايات المتحدة ولا في دولة عظمى عندها أجهزة. كان هناك صدام حقيقي داخل الولايات المتحدة. هقولك مؤشرات. نمرة واحد، هل كان صدور قانون جاستا الخاص بالسعودية وبالخليج تعويضات قبل رحيل أوباما مباشرة يعني بأسابيع قليلة والانتخابات وتمريره في البرلمان بمجلسيه بأغلبية مطلقة عفويا ولما في هذا التوقيت؟ اثنين، قبلها هل كان انفصال انجلترا بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت بلا مقدمات مع الخسائر التي لحقت بها كان أيضا مصادفة؟ ثلاثة، خبر صغير، مالك نيوزويك قال لأحد أصدقائه أن صديقة مشتركة بينه وبين السيدة هيلاري كلينتون أن السيدة هيلاري اتصلت بصديقة بهذه الصديقة المشتركة ليلة الانتخابات بعد أن ظهرت النتيجة يعني وهي باكيت يتبكي يعني، وقالت لها أن الذي أسقطني شخصين الرئيس أوباما ورئيس الاف اي بي الاف بي اي. طب وليه ده الرئيس أوباما كان يعني بيدعو الناخبين ان هم ينتخبوها وكان بيعمل تصريحات ومؤتمرات صحفيه وبيلف معاه، ده كان بيلف معاه اكتر من زوجها، انا مش من بيل كلينتون نفسه. انا مش بصدق، لا انا بتساءل يعني ليه هي حاسه ان هو اللي خسرها. طب ما هو اكيد عندها معلومات. طب ورئيس الاف باي السيد كولوسي ما هو برضو اعادها مره اخرى الى التحقيق، بس في الاخر سحب يعني لم الدنيا كده زي ما بيقولوا. في كام سوء، في كام خطأ كذبة في التحقيقات اللي أجريت معاها اللي هي بتاعت يعني الإيميل تمام. وهو طلع قال هذا الكلام على فكرة، قيل أن بعض القيادات الأخرى كانت هتطلع تكشف، لأن في 117 كذبة في التحقيقات منسوبة إليها. 117 كذبة. فقصدي أقول لك في النهاية أنا أحد الذين أعتقدون أن مش شخص جه عبأ خطابا سياسيا يستطيع أن يتفاعل مع المجتمع الأمريكي ويكسبه وأظهر حتى عوراته الشخصية أمام الناس ونجح هذا النجاح الساحق، أو أن خطابا سياسيا كان معدا مسبقا
بتوجهات سياسية لأدوات جديدة للاستراتيجية الأمريكية الآن، قد تم اختيار شخص مناسب له. أنا أمل الأمر الثاني طبعا في الولايات المتحدة. وأقول لك سببين. السبب الأول، السبب الأول أن الاستراتيجية الأمريكية في الإقليم قد فشلت أدواتها بما فيها الأداة التي تسمى الإخوان المسلمين، بما فيها الوضع في سوريا، بما فيها الوضع. الأمر الأهم في هذا والذي ينبغي أن نفطن إليه عشان نقدر دورنا التاريخي، إن إحنا اللي هشمنا واجهة هذه الاستراتيجية الأمريكية في 30 يونيو، ولولا هذا الشعب المصري العظيم كانت هذه الاستراتيجية حققت نتائجها كاملة، والجيش المصري طبعا، وكنا في مرحلة أخرى لاستمرار وتداعيات ونتائج هذه الاستراتيجية. مش احنا بس طبعا، لكن احنا في قلب، في قلب المعركة، احنا جيش وشعب في قلب المعركة، احنا اللي هزمنا هذه الاستراتيجية. ولهذا هذا مش احنا طبعا، انا بتكلم طبعا على الجيش السوري العظيم اللي قاتل، انا بتكلم على اليمنيين الذين قتلوا 18 شهر دون وهم يحملون سلاحا بدائيا وصمدوا، انا بتكلم حتى عن العراق اللي بيقاتل الان ضد الارهابيين. كل اشكال المقاومة التي تمت في الاقليم واللي في قلبها مصر، لأن مصر لو كانت سقطت في هذا التوقيت لأطفئت كل أنوار المقاومة في الإقليم كله. الشعب المصري العظيم والجيش المصري العظيم هو الذي يصنع متغيرا تاريخيا في العالم الآن، وإحنا لازم نرد للناس دي اعتبارها، لازم نقول للناس أن ما تكبدتوه وتكبدوا جيشكم دما وعرقا ونزيفا وجهدا، لا، هناك ثمن تاريخي كبير وحضاري له. ده السبب الأول، هزيمة الاستراتيجية الأمريكية في الإقليم، لأن استمرار هذه الاستراتيجية بأدواتها كان معناها الصدام أكيد بين الاتحاد السوفيتي والأوروبا. طب أنا عندي انسرت كده تساؤل، نعم، استراتيجيات الأمريكية هي دايما بتبقى استراتيجية قائمة على اتفاق مؤسسي، يعني مؤسسات الدولة بيبقى عندهم هم هذه الاستراتيجية، سيبنا من التصريحات اللي بتطلع يمينا ويسارا، ولكن في الآخر بنقول ان الإدارة الأمريكية كلها بكل مفرداتها متوجهة ان هي زي ما بنقول بقى تقسيم المنطقة، وضع شكل جديد للمنطقة وفقا لرؤيتها هي الشخصية. الآن هل انهزمت كل هذه المؤسسات بفوز ترامب؟ لا، هو في عامل آخر جوه الولايات المتحدة انهزمت في الرؤية، يعني في تنفيذ الاستراتيجية. يعني بصي، الاستراتيجية لم تتغير، لا هتغير أدواتها، أدواتها المباشرة الآن ومحاور عملها الأساسية. يعني هو لما راح قعد امبارح مع قيادات الكونجرس ما اتكلمش عن الشرق الأوسط ولا ناقش قضية الكونية حتى، ولا أوروبا ولا حلف الأطلنطي اللي بيصور، وقال إنه هو مهتم بالداخل، بالشأن الداخلي والبنية التحتية وإعادة البنية التحتية. الثلاث حاجات اللي ناقش معهم: قوانين الهجرة، قوانين منح الجنسية، التشغيل، والرعاية الصحية اللي عايز يعني يونيا يعدل عليه. بصي، في الولايات المتحدة مع الأزمة الاقتصادية كان هناك صراع داخلي أيضا. الولايات المتحدة خلال 20 سنة الأخيرة قذفت بكل الصناعات الأساسية اللي عندها إلى آسيا، وجزء منها إلى المكسيك. خلاص، 85% من الصناعات كانت منخرطة في الصناعات العسكرية كصناعات أساسية أو مغذية إلى آخره. فشلت الصناعة الأمريكية وانتهت. لاحظي فكرة التي بارتي اللي طلعت من سنوات أساسها ما كانش أساس اجتماع اقتصادي، يعني دفاعا عن الناس أو قواعد شعبية أو العمال. أساسها أن الشريحة العليا، أن الطبقة العليا في الولايات المتحدة، الشريحة الأعلى فيها، حققت قياسا لما حققته الشريحة الدنيا والمتوسطة 4-6 أمثال هذه الشريحة، ودول كبار أصحاب شركات التأمين والبنوك والصناعات العسكرية والفنادق إلى آخره. الشرائح الوسطى في الطبقة العليا والشرائح الدنيا مضارة بما حدث، ولهذا هو يتحدث عن إعادة التصنيع. بيقول لو في مصنع سيارات رجع مرة أخرى عن استعادة الصناعة، حتى الصناعة اللي في الصين، بيقول لو مصنع سيارات مرة أخرى راح المكسيك وفتح، أنا أدفع عليه ضريبة 35%. بالنسبة لي عشان تشوفي فكرة الانكماج بقى جاية منين كمان. طب هو كده ما اختلفش في مناظراته، يعني هو الكلام على الصناعة والكلام على انه الصين هي عدوته اللدودة اقتصاديا، الان هو بيكمل هذا المشوار، ولكن اكيد في دوائر اخرى لصناعة القرار من المؤسسات الامريكية
ماشيه بقى في علاقه الشرق الاوسط حتى لو هو منصب او منخرط على الشان الداخلي. لا 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 هقول لك ليه. هقول لك ليه. الناتو كانت الولايات المتحده بتمول 60% من تمويله و40% بتتكملها اوروبا كلها. هو طالع بوضوح يقول لك احنا ما احنا مش هندافع عن اوروبا من غير ثمن. مش ولهذا في كارثه في بروكسل يعني. يعني انت فهماني. شوف التعليق بتاع وزير الدفاع الالمانيه يعني اجتماع طارئ لا لا في 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 شيء في شيء جديد كبير في العالم. الولايات المتحده تسحب اطرافها وعلينا ان نفهم ذلك جيدا. هي عايزه مره اخرى تعود الى مشاريع انتاجيه في داخلها للتوظيف وللعماله، تعيد بناء قاعدتها الصناعيه في الداخل مره اخرى، ثم مش هتلعب دور الشرطي في الاقليم او في اوروبا او في المنطقه الا بالمال. ده مش هيفقدها يا استاذ احمد المايند سيت او العقليه الامريكيه بتاعت استراتيجيه التحالف واستراتيجيه الحليف؟ امريكا ستتحالف الان مع نفسها، ستتحالف مع نفسها. وصل درجه السعي الى انقاذ الذات في الولايات المتحده مرحله متقدمه جدا. وفي ناس مدركين لهذا. وعلى فكره الرئيس المنتخب مش اهبل. يعني مثلا هو معاه من اهم مساعديه ومن المقربين منه بيلن، ده رئيس المخابرات العسكريه الامريكيه السابق. وبيلن كان له موقف ان مشروع اوباما هو الذي افسد الشرق الاوسط ودمره. وبيلن هو كان مترشح يمسك مجلس الامن القومي. انا عارف النهارده ان في ترشيحات لبيلن انه يبقى وزير الدفاع. وهذا خروج على تقليد ان يكون وزير الدفاع مدنيا مثلا. يعني انا مش عايز اقول ان الولايات المتحده ستتخلى عن دورها العسكري، لكن هذا الدور سيضعف سيضعف سيضعف، وهذا الدور سيصبح دورا له ثمن. هو بيقول علني كده، هو بيقول علني كده. هقول لك حاجه، الولايات اللي يعني وهم لا يشبعون، يعني انا هقول لك مع بدايه حرب اليمن الولايات المتحده بتحصل من السعوديه على 150 على 150 الف برميل، اسف مليون ونص برميل بترول يوميا. لمده 3 اشهر السعوديه خفضت لهم السعر، ها يعني احتفاء بدورهم يعني. وكان حصيلة ده أنا السعودية يعني كأنها دفعت لهم 17 مليار دولار، 17 مليار ريال سعودي للسعودية و4 مليار لأوروبا لدول أوروبا. لا هو بيتكلم عن شيء تاني الآن، بيقول نحن شركاء في 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 في, في, في هذا البترول. هو بيتكلم عن 50 سنة من عوائدي ينبغي ان تعود اليه. هو بيتكلم عن شيء. ده هينعكس ازاي على القواعد العسكريه الامريكيه الموجوده في الخليج مثلا؟ انا رايي انه القواعد العسكريه طبعا هي القواعد العسكريه دي مطلوبه لاصحابها مش كده، ومطلوبه للذين وافقوا على وجودها. وبالتالي اذا كانت طبعا هقول لك قول يا استاذ احمد. في بارجتين امريكيتين موجودين في البحر الاحمر مدمرتين جابوهم في حرب اليمن. المدمرتين دول ايجار كل واحده كل يوم ها 150 مليون دولار، 150 مليون ريال سعودي. ثمن الاثنين في اليوم 300 مليون ريال سعودي. المدمرتين دول في 6 اشهر تكلفتهم 55 مليار جنيه ريال سعودي. ريال سعودي. وده مش عائد. القواعد هتبقى بفلوس. لا وربما تكون بفلوس اكتر يعني. ايوه طبعا. أنا دلوقتي عندي أزمة اقتصادية حادة في الولايات المتحدة، أنا سأريد أن أعالجها بدل ما كنت أعالجها بالقوة وبفصم عار الإقليم وباحتلاله، أنا سأعالجها الآن بطريقة أخرى من خلال الحصول على إتاوات ومواد وأموال من هنا. طيب نحن أمام إذن آليات جديدة في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع المنطقة، خليني أركز على مصر ويبقى ده آخر محور معانا. أنا عايز أقول بس قبل ما تقولي مصر، أنا عايز أقول بس إنه مع الصين هو عايز يلغي نظام التجارة العالمي ويعيد صياغته من جديد لمصلحته هو. هو عايز سعر العملة الصينية تزيد حتى لا تدخل منافس، ودي كلها مسائل فيها مفاوضات. هو بالنسبة لداعش في المنطقة هو مش هيقاتل داعش، هو اللي بقول لك انه جاي، هو يريد ان يوظف السوفييت والايرانيين لقتال الروس والايرانيين لقتال داعش، يعني يسمح لهم ب ب ب ب ب بمدى اوسع لعملياتهم العسكرية. مش هو اللي تحمل التكلفة برضه. مش هو اللي تحمل التكلفة. اللي انا عايز اقوله باختصار ايه، انك امام قواعد جديده لنظام جديد دولي هو نظام تعددي بالتاخير. مش هتبقى الولايات المتحده الجالسه الوحيده على قمه النظام الدولي تحركه. امريكا تستشعر خطرا ذاتيا كبيرا بتسحب اطرافها،
مشروعها مشروع مبرمج ومنظم وليس هوى فردي لشخص يبدو أنه يعني لديه طموح فردي للظهور ولا معان. لا، المسألة أعمق من هذا بكثير. إحنا أحسن حالا من أي حد. ليه إحنا أحسن حالا؟ إحنا خارجين من معركة منتصرين. إحنا خارجين من المعركة منتصرين. اللي حصل الآن في التغيير الذي يحدث لنا فيه جهد وعرق ودم. لدينا فرصة أكبر إذا استثمرناها. لدينا فرصة أكبر في الإقليم أن المشروع المصري هو المشروع الصحيح. الرؤية المصرية هي الرؤية الصحيحة. الدفاع الذاتي في الإقليم هو الصحيح. القيادة المصرية هي الصحيحة. وعلينا أن نفرض ذلك. وعلى الآخرين أن يعني الذين سيخسرون أنفسهم للأسف الشديد أن يستجيبوا لهذا. بالنسبة للولايات المتحدة، النظام الجديد يرى في الإخوان المسلمين وكما يرى في الإرهاب كله، كما يرى ما حدث في الإقليم، شيء مزعج، ويرى أن الدور المصري كان دورا طليعيا ومقاوما لهذا، وهذا صحيح. وهو يفهم تماما أنه مدين للشعب المصري وللجيش المصري بهذا التحول الكبير الذي بات يمثله. لدينا فرصة، علينا أن نستثمرها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد عز الدين على هذه الرؤية التحليلية للأحداث، والحديث بقية في حوارنا القادم بعد الفاصل. جاء فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بمنصب رئاسة الأمريكية على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون مخالفا لكل نتائج استطلاعات الرأي العام التي أجرتها وسائل الإعلام الأمريكية، الأمر الذي يؤكد أن النخبة السياسية الأمريكية باتت تجهل التحولات والتغيرات في المجتمع الأمريكي. ففي الوقت الذي أكدت فيه التقارير الأمريكية أنه بين 10 استطلاعات للرأي كانت كلينتون المرشحة للفوز في 9 منها، كان الناخب الأمريكي له رأي آخر. وبعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2016 أكد ترامب أنه سيضع مصالح الولايات المتحدة في المرتبة الأولى وسيسعى لقواسم مشتركة مع الأمم الأخرى، وأن أمريكا ستتعامل بعدالة مع الجميع ولن تسعى للعداء أو الصراع. وفي إطار وجود القاسم المشترك بين البلدين مصر وأمريكا وهو محاربة الإرهاب والعمل على تكثيف منابعه ومصادره، ستشهد العلاقات الأمريكية المصرية مرحلة جديدة من التعاون البناء لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة من جديد، خاصة أن إدراك ترامب لأهمية مصر المحورية ينبع من حسابات استراتيجية، ولذلك كانت مصر والرئيس السيسي أول رئيس يهنئ ترامب بالفوز، وستنعكس العلاقات القوية بين البلدين على جميع ملفات وأزمات المنطقة وتحويلها للحل بالحوار والتفاوض بما فيها القضية الفلسطينية. ولم يكن اتصال الرئيس السيسي وتقديمه التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلا تعبيرا عن رغبة صادقة في بناء علاقات عميقة مع دولة ترتبط مع مصر لأكثر من 3 عقود بروابط استراتيجية وسياسية واقتصادية قوية شابتها في السنوات الأخيرة خلافات حول قضايا داخلية وأمنية تباعدت فيها المسافات بين الدولة الأكبر في المنطقة العربية وبين الدولة الأقوى على المسرح الدولي. ويتعين على البلدين زيادة مساحات التفاهم والتعاون الوثيق في قضايا لا تملك القاهرة وواشنطن رفاهية الخلاف حولها، وأهمها قضية الإرهاب وتنامي تأثير وخطر الجماعات الأصولية العنيفة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا. فوز ترامب وهزيمة كلينتون يعني تقويضا جديدا لفتح الطريق أمام عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي، مركز الثقل في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
برغم الانتخابات الأمريكية انتهت بفوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون طبعا منافستيه الديمقراطية، ولكن تداعيات هذا الفوز لم تنتهي بعد، سواء على الداخل الأمريكي اللي لسه فيه مظاهرات والبعض كان بيتحدث عن احتمالية انفصال ولاية كاليفورنيا مثلا على سبيل المثال، وكان في حرق للعلم الأمريكي، كان في مظاهر الحقيقة جديدة على المجتمع الأمريكي. لكن ما يهمنا في الأمر أو في الموضوع هو الاستراتيجية الجديدة، زي ما بدأنا مع الأستاذ أحمد عز الدين وهنكمل مع ضيوفنا الكرام من زاوية أخرى، استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تجاه الشرق الأوسط ومصر وربطها أيضا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. برحب بالأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، هو طبعا الكاتب الصحفي. أستاذ أشرف مساء الخير، مشرفنا. أستاذ محمد فهمي مستشار مركز جراند لدراسات الشرق الأوسط بواشنطن سابقا، أهلا بحضرتك مشرفنا. أستاذ أشرف عايزة أبتدي مع حضرتك بربط مماثل، ماذا يعني فوز دونالد ترامب بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين سواء في مصر أو في دول كثيرة في المنطقة؟ كل تأكيد هذا سوف يكتب ويدق مسمار النعش الأخير أو المسمار الأخير في نعش جماعة الإخوان، لأن هناك لدى سيد ترامب إطار حاكم وهو رفض كل هذه التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يرى أن تلك أدوات سواء جماعة الإخوان داعش النصرة القاعدة جند الإسلام كل هذه التنظيمات هي أدوات في المنطقة سعت إلى أحداث نوع من القلاقل، وبالتالي لابد من القضاء عليها. هذا الأمر سيؤدي إلى أحداث نوع من المواجهة الصريحة والعلنية في المرحلة القادمة، ربما يكون أحد الأدوات الرئيسية في فترة ترامب خلال 4 سنوات القادمة، وأنه سوف يسعى لتجيش القوات المسلحة الأمريكية والخطاب السياسي الأمريكي لإمكانية إحداث نوع من خسائر الكبرى في صفوف تلك الجماعات إن لم يكن تشجيع الدول الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط للتعامل بقوة مع هذه التنظيمات باعتبارها وبالا ووباء على الاستقرار الدولي والعالمي. وبالتالي أرى أنه سيصطدم ببعض دول الإقليم التي توفر حاضنة لهذه الجماعات، على سبيل المثال قطر، تركيا، إيران. أعتقد أن المواجهة ستكون علنية في المرحلة القادمة، لن تذهب إلى مواجهة عسكرية لكنها ستذهب إلى مواجهة ربما فيما يتعلق بفرض عقوبات على سبيل المثال مع إيران بشكل أكبر في المرحلة القادمة. العلاقات التركية، العلاقات القطرية مع الولايات المتحدة الأمريكية سيشوبها كثير من التذبذب والخلل والارتباك والإرباك في المرحلة القادمة، بالإضافة لأنه سيسعى إلى توفير حاضنة لبعض الدول القوية التي لديها مواقف إيجابية في محاربة الإرهاب على سبيل المثال مصر. وبالتالي أرى أن الخريطة سوف تتغير كثيرا، لأن إدارة أوباما كانت على العكس من مثل هذا الطرح تماما، لأنها كانت تسعى لتصدير النموذج التركي في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا وفرت ملاذا آمنا ووفرت حاضنة سياسية ورفاعة سياسية منذ اللحظة الأولى جماعة الإخوان في مصر، لأنها كانت تريد تكرار مثل هذا النموذج في منطقة الشرق الأوسط، أي نموذج أردوغان. وبالتالي كانت طرف جماعة الإخوان أنها تقف على مسافة قريبة من الإدارة الأمريكية أي إدارة الديمقراطيين، عكس ترامب تماما وعكس الجمهوريين الذين يرون أنه لابد أن يكون هناك بالفعل قبضة حديدية في المرحلة القادمة واستخدام كل الأدوات ما فيها السياسية بما فيها العقوبات بما فيها أيضا فرض حصار كامل على تلك التنظيمات في المنطقة، لأنه يرى أن جزء من عنف الشرق الأوسط الموجود حاليا وفي العالم أيضا كان سببه تلك الجماعات أو تلك الأدوات التي ساعت إلى إحداث نوع من التخريب اللي لها ارتباط برضو بالسياسة الأمريكية وساعت إلى وقوع كثير من بعض الخسائر داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كلنا نتذكر 11 سبتمبر ثم ما يحدث في أوروبا على مدار العامين الماضيين. أعتقد أنه سيكون لدي خطة أو على الأقل آلية جديدة أو استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الجماعات، وهذا الأمر أعتقد أنه من خلال تصريحاته ومواقفه طيلة الأسابيع والأشهر على مدار عام ونصف في الدعاية الانتخابية سعى إلى تسجيل هذه المواقف بقوة، وبالتالي وجدنا حالة الغضب والاحتقان الموجودة حاليا لدى جماعة الإخوان وتلك التنظيمات في المنطقة في المنطقة كلها. طيب أستاذ محمد، النموذج الأمريكي اللي كان دائم تصدير فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحتى لو كان ده ظاهريا وكان بيعكس في باطنه نوع آخر من إيجاد حلفاء زي ما الأستاذ أشرف بيقول، نماذج أخرى تتعلق بإسلام سياسي إلى آخره، إلى أين تسير في ظل وجود دونالد ترامب رئيسا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ دونالد ترامب غير المفاهيم بتاعة السياسة في أمريكا الحالية، ولا هو ديمقراطي ولا جمهوري، هو كأنه عمل حزب لوحده. بالدليل على كده أن الجمهوريين نفسهم في كتير منهم انشقوا منه من وقت الحملة صحيح. وإلى الآن ولذلك الشعب نفسه منقسم داخل أمريكا.
غير ان الاقليات مثلا منقسمه وهي اللي خايفه، انما في من الامريكان البيض نفسهم عندهم نفس المشكله، لان خايفين ان تحصل انقسام داخل امريكا. وهي ابتدت، هو عمل زي ايه؟ الشراره الاولى. الشراره الاولى انا بسبحها زي العربيه اللي بتيجي في الازاز زلطه عملت النقره. الانقسام حوالين انهي قضايا؟ اللي هي القضايا الداخليه المتعلقه بالهجره والاداره الحاجات الداخليه. الحاجات الخارجيه الامريكان ما لهمش دعوه بيها كتير، بيسيبوها للاداره ويعني ما بيفكروش فيها كتير قوي للدرجه دي. بس التنبؤ بالانقسام ده وارد يا استاذ محمد؟ وارد جدا، وارد جدا. وهي دي بقول لك زي الازازه اللي جت فيها نقطه، وبعدين بقى ايه حسب هو هيعمل ايه لما يمسك الشرخ، يا يكبر يا هيحط دوريه حواليه ويقفل. انما النقطه موجوده خلاص، النقطه بقت موجوده مش هيقدر يشيلها. الناس حصل فيها الاحساس ده، سواء مهاجرين سواء امريكان بيض او جنسيات اخرى عندهم هذا الاحساس، وده اعتقد هيبقى صعب عليه جدا انه يحاول يغيره. طيب ده داخليني يا استاذ محمد، بالنسبه لعلاقات الولايات المتحده الامريكيه قبل ما نوصل للشرق الاوسط بالغرب او باوروبا، لماذا تسود حاله من الارتباك داخل دول اوروبا ازاء فوز ترامب؟ لان هم مش عارفين هو يعمل ايه. هو بيقول حاجات ويغيرها. هو دخل الانتخابات بتاعته عشان يكسب، هو رجل اعمال. بيعرف ازاي يوصل للي هو عايزه، اللي هو واخد المثل الغايه تبرر الوسيله. هو عمل كده وكسب كده. وهيتعامل مع العالم كله بنفس الطريقه. ايه مصلحتي انا هعملها. مش اللي مش هيمشي مع مصلحتي. بس واضح ان مصلحته مختلفه عن الدول الاوروبيه بالكامل. طبعا. وعن اوباما وعن الحزب الديمقراطي. تغير تماما. يعني هو لا ديمقراطي ولا جمهوري، هو عمل حاجه لوحده. كانه عمل حزب جديد، وده هيبان على فكره في الفتره اللي جايه. انه كانه عمل حزب جديد، هتمشي وراه قطاع تاني من الناس. التصريحات الخاصة بحلف الناتو اللي كانت معاه من وقت المناظرات أو الحملة الانتخابية، هل هي من ضمن العناصر اللي بتقلق الغرب؟ وخلينا نحدد الغرب هم مين، اللي هم دول أوروبا المشاركين له في حلف الناتو؟ بالفعل أعتقد أنها جزء أساسي أو مفصل رئيسي في الخلاف حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بموقف دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعاطي مع ترامب في المرحلة القادمة. هو طيلة عام ونصف صدى سعى لتصدير خطاب تشاؤمي، وجدنا نفس تشاؤمي لدى دول الاتحاد الأوروبي قبل وبعد الانتخابات. أعتقد أن وزيرة الدفاع الألمانية كان لديها تصريح بالأمس بالغ الأهمية، وقالت له أن الناتو وأوروبا ليست مستنقع تجاري، وبالتالي أرى أن هذا الأمر انعكس كثيرا. حتى كثير من بعض دول الاتحاد الأوروبي صدرت خطابا تشاؤميا منذ اللحظة الأولى بما فيها من قبل الحمله حتى من قبل الحمله، لكن بعد ان وصل الى سله الحكم او البيت الابيض اعتقد ان هذا الخطاب ما زال لديهم كثير من القلق والهواجس. بكل تاكيد هو رفع شعار امريكا اولا، هذا الشعار ادى الى احداث نوع من الانفصال او انفصام في العلاقه بين الاتحاد الاوروبي وبين امريكا في المرحله القادمه. الجميع يتحدث ان في اوروبا الان انه سعى لرفع يده عن الدفاع عن اوروبا في المرحله القادمه، خاصه انه جزء او الولايات المتحده الامريكيه جزء اصيل وجوهري في الناتو، تسدد اكثر من 70% من ميزانيه الناتو الولايات المتحده الامريكيه وحدها، وبالتالي هذا مؤشر صعب ان كل المعارك التي سوف تواجهها اوروبا في المرحله القادمه ستكون بلا غطاء امريكي، وبالتالي ارى ان ترامب سيسعى لاحداث نوع من الانقسام العمودي في العلاقه بين واشنطن او بين امريكا والولايات المتحده الامريكيه ودول الناتو او دول الاتحاد الاوروبي. هذا الامر سينعكس بالسلب كل المستويات، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى التجاري، على المستوى الاقتصادي، وبالتالي الجميع يتوقع ان يكون هناك شرخ عميق في المرحله القادمه. لان يثبت العكس عندما يدخل البيت الابيض، ربما في خطاب التصالحي الذي ادلى به منذ الساعات الاولى بعد اعلان فوزه، هذا سوف ينعكس او ينسحب على مجمل العلاقات او مجمل كل القضايا التي سوف تكون مطروحه على جدول الاعمال في المرحله القادمه. لكن 100 يوم الاولى ستحدد مصير هذا المسار من قبل ترامب في هذه المرحله القادمه. لكن الاوروبيين في حد ذاتهم لديهم قلاقل، لديهم هواجس، لديهم مخاوف انهم لن يتوصلوا الى على الاقل قواسم مشتركه او نقاط تلاقي مع ترامب طيله 4 سنوات، وبالتالي ظهر هذا وانعكس هذا زجليا في مجمل التصريحات والمواقف العدائيه او شديده السخريه من فترة ترامب في المرحلة القادمة. هذا الأمر سيكون لدينا. نرجع لحضرتك تاني، لأنه كان في يعني صحيفة الاندبندنت البريطانية تحديدا واخدة كده اتجاه ضد عدائي ضد دونالد ترامب وضد فوز دونالد ترامب، إلى أن الصحف الأوروبية ما هي يعني في
بتتحدث عن انه كيفيه عزل ترامب، وانا يعني لا اعلم، وهي مستنده الى راي بعض البروفيسورات اللي في القوانين الدوليه، ولكن لا اعلم كيف تاتي هذه الفكره على لسان الاندبندنت اذا كان مجلس الشيوخ والنواب، يعني من سيعزل ترامب؟ كلهم اغلبيه جمهوريه. خلينا نروح للاستاذ محمد على الداخل الامريكي قليلا. اراك قلقا ومتشككا على مستقبل الداخل الامريكي، هل الظواهر الموجوده الان التي جاءت في اعقاب هذا الفوز من تظاهرات وحرق العمل العلم الأمريكي، هل دي مستجدات على طبيعة الشعب الأمريكي؟ هي في قبل كده حاجات اللي هي قد حصلت في تكساس من حوالي شهرين ثلاثة، بس دي برضه حاجات برضه فردية شوية، كانت بدايات صغيرة. إنما دي طبعا تعتبر أكبرهم دلوقتي، دول في كذا ولاية، وحرق العلم دي مش قليلة. كاليفورنيا عايز تنفصل. انا من كاليفورنيا اصلا، بس يعني ما حتى لو كانت دي دعوات بس هي اكيد ليها مؤشر، يعني ليها دلالات. ليها بعض الاوقات. هو الكلام هيتقال كتير، انما هو هيقدر يعمل ايه بعد كده؟ اول ما يمسك ايه اللي هيحصل؟ والمستشارين بتوعه اللي جايبهم هم لغايه دلوقتي، المستشارين طبعا عندهم خبرات عاليه جدا، انما برضو هم مع القسم اليمين بتاعه اللي جايبهم تابعه برضو. فدي برضو مشكله، وزي ما انت قلتي لسه قايله برضو الكونجرس وبتاع أغلبية له، يعني مش هيقفوا ضده إلا إذا كان في منهم اللي أوريدي ضده. جمهوري بس ضد. ففي احتمالات، هي في احتمالات، يعني محدش يقدر يتنبأ قوي بإيه اللي هيحصل بالظبط، هو هيعمل إيه، لأن هو بيتراجع. وده مش وحش إن أتراجع، إن أبقى عامل غلط وأتراجع، ده يعني مش سيء. أنا لا أتمنى طبعا لأمريكا أنها تحصل فيها مشاكل أكتر من كده. ربما كمان دايما الخطاب الانتخابي بيختلف عن الواقع طبعًا، يعني اللي هو تصريحات انتخابية وبيسموه السلاك، وده هو كده كمان انتخابي. أكتر تأثير ممكن حضرتك تتوقعه في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط؟ بكل تأكيد أعتقد أننا حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نكون لدينا أداة جازمة فيما يتعلق بما سوف يحدث في المرحلة القادمة، لكن من خلال قراءة مستفيضة في طيلة الدعاية الانتخابية التي استهلكها أو خطاب وتصدير الشرق الأوسط، كانت تلك القضايا قليلة للغاية، لكن لديه مواقف إلى حد ما شديدة التطرف فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران على سبيل المثال. أرى أنه لن يذهب بحربا مع إيران على سبيل المثال، لكنه سيسعى ربما لتعطيل أو تجميل الاتفاق النووي 5+1، لأن الخارجية الأمريكية قالت بالأمس أنه ليس هناك ما يمنع ترامب من إلغاء أو تجميل هذا الاتفاق. بس ده اتفاق قانوني يا أستاذ أشرف، أنه اتفاق دولي. اتفاق دولي، لكن تعطي الحق للولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي عندما يستشعر أن الخطر الإيراني ما زال قائما، أو أنها سعت إلى إحداث نوع تغيير المعادلة فيما يتعلق ببرامج الإشعاع النووي. فرادة؟ ممكن يبقى قرار صارم. معاهم خمس دول تانيين، هم ست دول ماضيين على التاريخ. هم 5+1. بالظبط. 5+1. وبالتالي الخارجية الأمريكية قالت بالأمس أنه لا يوجد ما يمنع من لجوء إلى تجميد أو إلغاء هذا الاتفاق، بالإضافة لأنه سيسعى إلى زيادة فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية على إيران في المرحلة القادمة. ستكون أحد الأسلحة الرئيسية في يده لإمكانية تقويم إيران في هذه المرحلة الدقيقة، بالإضافة لأنه كل الدول التي لديها نوع من التعاطي بقوة مع التيار الإسلامي السياسي كما قلت كقطر وتركيا على سبيل المثال، سيكون لديها بالفعل معارك وجولات وصولات في المرحلة القادمة، لأن العلاقات بينها وبين أمريكا في عهد أوباما كانت علاقات منفتحة وإيجابية، وكان هناك نوع من الانغماس الكامل. فعهد ترامب سيسعى لتصدير الأزمات تلك الدول باعتبارها أنها وفرت حاضنة طيلة الوقت لتلك التنظيمات. كل التنظيمات الموجودة في سوريا كانت بغطاء تركي وغطاء قطري وأموال قطرية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي بدون ذكر أسماء، وبالتالي أرى أن العلاقات مع الخليج سوف تكون إلى حد ما علاقات متشنجة أو فيها كثير من التشنج السياسي. علاقات أيضا فيما يتعلق بسوريا على سبيل المثال مثلا الأزمات، هو سوف يسعى لإحداث نوع من التقارب أو التلاقي أو اتفاق على قواسم مشتركة مع النظام مع روسيا التحرية، وسيبقى على نظام بشار الأسد. هو قال أن بشار سيء، لكنه من الضروري أن يبقى حتى يكافح الإرهاب، لأنه قام بعمل بطولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية. إذا في هذه النقطة يتلاقى جذريا مع روسيا، مع بوتين تحديدا، وأعتقد أنه يرى أن بوتين هو مثال جيد أو مثال أو يحتذى به النموذج، وبالتالي أرى أن الأزمة حتى الآن هناك تفكير اليوم من قبل ترامب شخصيا، تصريحاته التي قرأتها وشاهدتها في أكثر من موقع، أنه لن يوفر دعم عسكري ولا مالي للائتلاف السوري أو المعارضة السورية أي الجيش الحر تحديدا،
وهذا تغير جذري وتحول استراتيجي. يعني سيتوقف هذا الدعم اللي بيوفره وبالتالي وبدرة سيعطي أوبار. فرصة للروس والسوريين أن يعيدوا بسط السيادة السورية مرة ثانية على مجموع الأراضي السورية، وكل التنظيمات الإرهابية ستكون في خندق أو في منصات إطلاق من قبل الروس والأمريكان في عهد ترامب. وبالتالي سيبقى بشار الأسد ولن يتم التعاطي مع جنيف واحد، وما كل ما أثير من مفاوضات في جنيف وكثير من العواصم الأوروبية. نرجع بقى المربع صفر. المعارض مع صفر، وبالتالي حتى مصر تحديدا وما تكون الدولة التي سوف يسعى إلى إحداث نوع من التناغم والتقارب مع الإرهاب. بس بالتوازي التعاطي مع الإرهاب. تعاطي مع الإرهاب. سوريا والجماعات الإرهابية أستاذ أشرف. سيكون لديه نوع من التعاون مع الروس في المقام الأول، وبالتالي أن يذهب عسكريا باتجاه عمليات عسكرية إلا إذا دعت الضرورة، وأنه سيكتفي بالدور الروسي، لكنه ربما يوفر نوع من الغطاء السياسي لبوتين في المرحلة القادمة، وأيضا نظام بشار الأسد في محاولة منهم لرسم خطة استراتيجية لتغيير المعادلة على أرض الواقع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وبالتالي قطع المعونات والتكتيكات العسكرية والمساعدات العسكرية والأمالية عن التنظيمات المعتدلة مسمى جيش السوري الحر، هذا سوف يمثل أكبر انتكاسة أو ضربة قاسمة للائتلاف السوري الحر أو الجيش السوري الحر. وبالتالي أرى أن المشهد السوري سيكون آخذ في التراجع، ولن يذهب بعيدا باتجاه محاربة نظام بشار الأسد، لأنه يبحث عن قواسم أو نقاط تلاقي مع بوتين في المرحلة القادمة. أيضا ملفات في ليبيا سيسعى أيضا لتوفير كثير من الحاضنة للتنظيمات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وسيستمر بشكل أكثر ضراوة، وربما يتعاون مع الروس، لأن الروس لديهم موقف معارض تماما للموقف الأمريكي وموقف الناتو، باعتبار أن روسيا ترى أن الناتو والأمريكان قد خدعوا روسيا عندما ذهبوا لضرب واقلاع نظام معمر القذافي طبقا للقرار 1973، وبالتالي المعادله سوف تتغير. نحن في مصر على درجه كبيره من الطمانينه، لان لدينا الان نوع من الخط البياني المعتدل فيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهوريين او مع ترامب شخصيا. نعم. باعتبار ما قاله في الفتره الاخيره انه زكى واشار بالدور المصري وبالنجاح التجربه المصريه على ثوره 30/6، واستطعنا في اشهر وسنوات قليله ان نستعيد الامن والاستقرار ونحافظ على أمن واستقرار هذا الوطن. نعم. بشكل كبير. طيب أستاذ محمد، العقلية الأمريكية اعتادت كده منذ قدم الزمن أنه العدو الأول والأخير والأوحد هو الروس. نحن أمام نموذج يشيد بالسياسة الروسية، حتى أنه دونالد ترامب في إحدى المناظرات قال أنه يعني سجل إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودي كانت نقطة أرادت هيلاري كلينتون أنها تجيب أصوات ضده، لأنه دي أول مرة نسمع عن رئيس بيشيد بروسيا. في ظل كلام الأستاذ أشرف، هل ترى تلاقيا أو انعكاسات على هذا النموذج الجديد؟ أنا هبصلها من ناحية مختلفة شوية. مرات الأولية كانت روسية، والتانية برضو قريبة من الروس. التانية من الجديدة من سلوفينيا. يعني قريبين يعني. والأولى كانت من التشيك، يعني من الدول بالظبط، هم تبع بعض. الدول اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي. يعني أنا بما إني برضو يعني أخاف على أمريكا، لازم في أوضاع معينة خايف من الاختراق الروسي داخل أمريكا. وده احتمال وارد. لأن اختراق بأي معنى يا الروس ما نسيوش ان امريكا فتتتهم يعني بعد ما كانوا امبراطوريه صحيح بقوا دوله، مش ناسينها ولن ينسوا عشان نبقى واقعيين. واتضحك على جورباتشوف ايامي نفس القصه. هل ده بقى هيقدر يضحك عليه ولا لا؟ يعني لا نتمنى ذلك، انما اكيد هم في محاولات معينه، يعني مش عايز اتكلم فيها كتير لان ما حدش عارف الحقيقه فين بالظبط. انما طبعا هو معجب. المعطيات الموجوده هو عنده قرابه للرئيس الروسي، وده كويس جدا انهم يتعاونوا سوا في مجالات كتيره جدا، وده حلو جدا. انما بس اخاف من اللي حصل في الشرق الامريكي الحالي، انه يتفاقم ويبقى فيها حاجه بين النظام الروسي بيزق في هذه النقطه. طب هل دي النقطة اللي يعني أو ضمن النقاط اللي بتجعل دول الاتحاد الأوروبي متخوفا إنه يحصل تقارب بين الولايات المتحدة وروسيا؟ حتى الجملة غريبة يعني بالنسبة لنا، ولكن ده ممكن ينعكس يعني على ملف زي أوكرانيا مثلا، على التحالفات الجديدة، عن التوسيع الخاصة بالاتحاد الأوروبي، عن دول شرق أوروبا. هو رجل أعمال. إيه اللي هيكسبني ومع مين هاخده؟ هو مش عايز يدفع، هو مش عايز يدفع حاجة، هو من الآخر تبع الاتحاد الاوروبي وبتاع. هو لا يؤمن بالتحالفات الاستراتيجيه او السياسيه، واضح هو بالمصلحه بالظبط. هو بيبص لها، انا بدفع كام وباخد ايه؟ لا انا مش هدفع ولازم اخد،
انا قوه عظمى عايزين يدفعوا لي. هو امريكا صرفت 6 تريليون دولار في خلال الفتره الماضيه على الحروب، هو عايز يرجع منهم اي حاجه من الاخر يعني اكيد. قال لك الناس دي معاها فلوس انا اللي بدفع ليه؟ هم اللي عايزين الحمايه. من وجهه نظر حضرتك وايه اللي استفادته امريكا بعد هذه الحروب؟ استفادت طبعا بترول. طيب يعني نرجع لها هو جزء مادي. انما هي خسرت اكتر ما استفادت، على يعني خسرت دعايه وحشه ليها جدا، كره من العالم كتير، شردت المنطقه. وهو ده الكلام بتاعه اللي هو قاله، قال لك انا يعني احنا رحنا هناك عملنا ايه؟ احنا ديستروي المنطقه بالكامل، خلصنا عليها، دمرناها. العراق راحت مفيش، سوريا نفس القصه، ليبيا نفس القصه، اليمن نفس القصه، ولسه والسعوديه يعني بتقاوح نفسها عشان تخش في المشكله. فهو بيقول لك احنا عملنا كده ليه؟ احنا خدنا ايه؟ وصرفنا 6 تريليون دولار، خدنا ايه؟ هو طبعا ما رضيش يقول ان احنا خدنا بترول، خدنا مش عارف غير بترول يعني، في مصالح اخرى سياسيه يعني، التواجد في منطقه صوت امريكا، صوت امريكا، مصالحها جوه المنطقه. كل دوله بتبقى عايزه، بس هو الكره داخل المنطقه. نعم، يعني امريكا مكروهه يعني سياستها، يعني طبعا السياسه مش على طبعا لها الشعوب، دي قصه خالص. مستوى السياسات واخطاء السياسات طبعا الولايات المتحده الامريكيه على مدار، سواء في اداره جورج بوش الابن او حتى في اداره اوباما، لان اداره اوباما تحمل جزء من المسؤوليه فيما يتعلق بعدم التعاطي بقوه مع المنطقه، واتبعت سياسه النأي بالنفس، فاعطت الفرصه للروس ليحضروا ببوارجهم وحاملات طائراتهم وايضا معداتهم وعتادهم ليتمركزوا ويتمضوا في منطقه الشرق الاوسط. واعتقد ان هذا الدور الروسي الان اصبح دور بالغ الاهميه فيما يتعلق برسم المعادله السياسيه والعسكريه على سبيل المثال داخل سوريا حاليا، وايضا في دول الاقليم حتى مع ايران علاقات وتلاقي رهيبه جدا، ولعبت دوره في برنامج النووي الايراني. وبالتالي حاله التباعد والخلل والتراجع الامريكي استغلها الروس بحرفيه، واستطاع بوتين كقيصر ان يلعب دورا كبيرا في استعاده جزء من مجد الاتحاد السوفيتي الكبير في ذلك الوقت. هل سيلجا السيد ترامب لاتباع نفس الاسلوب الذي اتبعه اوباما فيما يتعلق بسياسه او استراتيجيه النأي بالنفس؟ اعتقد انه سيلجا لمثل هذا الامر، لان كثير من مواقفه متشنجه وتحمل كثير من العداء، ولدينا مخاوف في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط في عهد اوباما، في عهد ترامب، في المرحله القادمه. كل التصريحات وكل المواقف وكل البيانات التي صدرت تحمل في طياتها كثيرا من عوامل القلق والارتباك والارباك مع هو ما هو قادم في المنطقه في المرحله القادمه. ربما يكون عليه دور كبير ان يرسل مجموعه من رسائل التطمينات او الضمانات في المرحله القادمه من الان حتى دخول البيت الابيض وحتى خلال 100 يوم انه سيسعى لاحداث نوع من التغيير الجذري. هل سينجح؟ انا من وجهه نظري ان الطبع يغلب التطبع، وبالتالي سيكون من الصعب عليه ان يتخلى كثيرا عن افكاره الشخصيه، وايضا كرجل اعمال يسعى للربح والخساره، ولديه معيار اساسي ما هو الفائده التي سوف تجنيها واشنطن من حضورها في الشرق الاوسط او في العالم او حتى مع اوروبا تحديدا في المرحله القادمه. سيسعى لعزل امريكا، ربما يلعب دورا كبيرا في تغيير الصوره الامريكيه، ربما تتقهقر كثيرا في هذه المرحله. هل فريق عمله من كبار رجال الدبلوماسيه والمستشار الامن القومي سيلعبون دورا في اعاده تدوير الزوايا ونصحي وارشادي انه لابد ان يكون هناك استعاده لمجد امريكا مره ثانيه؟ هو ليس متمرسا سياسيا، تنقصه كثير من الكياسه والدبلوماسيه والعمل لكن السياسي، لكن ده دور فريق العمل بقى لحد يعني ما. لكنه انا معك ان الولايات المتحده الامريكيه دوله مؤسسات، ما بيسمعش اهو، دوله مؤسسات بيسمعش. دوله مؤسسات، لكن الرئيس هو الوجه الاخير لهذه السياسات طبعا. هذا هو شعار معروف في الولايات المتحده الامريكيه، بدليل ان في بصمه لكل رئيس برغم ان هي دوله مؤسسات، لكن احنا نتذكر الاحداث وننسبها الى رؤساء سابقين للولايات المتحده الامريكيه. لماذا فعل؟ واللي غزا العراق واللي مش عارف عمل ايه. ما هو جورج بوش الابن افغانستان والعراق ودمر المنطقه بالكامل وتقسيم الشرق الاوسط ومشروع جون بولتن، ويعني يعني كلها مرتبطه بشخصيات جدا. وبالتالي انا مش عايز اقول ان انا لا متفائل ولا متشائم، لكن علي ان اترقب وانتظر في المرحله القادمه ماذا سوف يفعل ترامب. المئة يوم الاولى ما زلت مصمم واكرر انها ستكون هي الاطار الكاشف فيما سيتم وقوعه على او حدوثه على ارض الواقع في المرحله القادمه، سواء داخل الولايات المتحده الامريكيه. وكنت ارى ان هذا الانقسام سيستمر معه 4 سنوات، لانه احرص انقساما عميقا او عموديا داخل الشارع الامريكي. هو لم يكن زعيما لكن رئيس منتخب، وبالتالي هذا الانقسام من قبل الجمهوريين او الشباب الامريكان سيستمر لفتره من الوقت خاصه، وان ما يحدث حاليا يحمل ارهاصات ومخاوف وهواجس لدى الامريكان. ايضا مثل هذا الامر سيتم تصديره الشرق الاوسط، لانه عندما يسعى الى
دخول في معارك على الاقل فرد جبايه على بعض دول الخليج ودول المنطقه بان انا نحميكم وما الى ذلك، سيكون رد فعل عكسي. وبالتالي ارى علينا ان ننتظر وربما يكون افضل من طيب اوباما. طيب سؤالي الاخير او التعليق الاخير من الاستاذ محمد، ال100 يوم الاولى هل سيكشف فيها ترامب عن سياساته الحقيقيه تجاه خلينا نقول الخارج بقى بلاش الداخل الامريكي، السياسه الخارجيه؟ هي ال100 يوم الاولانيين اغلبها كلها سياسات داخليه اكتر منها خارجيه. لا مش هيبان حتى ارهاصات يعني طبعا في موضوع سوريا هيبان فيها. مع مصر في التقارب شويه ده هيحصل. مع ايران هيبتدي عايز يشوف طريقه يعمل بيها ايه، يعني هو عايز يقلل اي حاجه. وفي التريدز مع الصين ودي مهمه جدا بالنسبه تجار. له التجاره مع الصين دي عايز هو طبعا يبتدي يظبط. يكون ده الملف الابرز اللي هتشهده السياسه الامريكيه بقى، وده مهم جدا. بشكركم شكرا جزيلا استاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام والكاتب الصحفي، والاستاذ محمد فهمي مستشار مركز جراند لدراسات الشرق الاوسط بواشنطن سابقا، شرفتوني جدا النهارده. شكرا. من القاهره الشكر دائما موصول لكم لمتابعه حلقات من القاهره. صباح الخير.